على امراه تونسيه اصيله ولايه جربه. المراه هذه اختاروها ما بين 100 امراه كاجمل امراه في العالم. الخبر هذا دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، دار برشا في الاخبار العالميه. شنو رايك؟ المراه الجربيه هي بصفه عامه، المراه التونسيه راهو عندنا جمال ما شاء الله. دونك المراه الجربيه اذا كان هي طلعت معناها من الاجمل، انا عندي ثقه معناها في شنو نقولوا حكام هما، اي عندي ثقه فيهم، اي تنجم تكون المراه الجربيه جميله. علاش لا؟ هي تونسيه ومن جزيره جربه، شن نحب واخر معناها سي بون. شنو رايك انت في الجمال نتاع المراه التونسيه بصفه عامه؟ جمال المراه التونسيه تحب الحقيقه، راهو كي تجي تشوف احنا رانا مخلطين. نقول لك احنا فينا الاتراك وفينا المغاربه وفينا الاندلسيين، انا مثلا العرق نتاعي اندلسي، دونك احنا مخلطين. كي تجي تشوف على الجمال تو تلقاها منوع ما شاء الله، عندنا من الاسمر المصرار، عندنا من الابيض تبارك الله، عندنا سر، عندنا سر التوانسه، عندنا سر ولا مش كيما البلدان الاخرين. في اي ولايه نجموا نلقاو معناها النسبه اكبر نتاع مزيانات؟ معناها ما يقول لك الجمال معروف بالبقايا. اي صحيح، مثلا نجموا نلقاو في القروي عندهم العين ما شاء الله، نجموا نلقاو في بنزرت البيضه والشعر الاصفر، صحيح ولا لا؟ نجموا نلقاو تونسيه بيان سور، التونسيه تشمل الكل، فهمتني؟ نجموا نلقاو مثلا تطاوينيه، تطاوين مزيانين راه، نجموا نلقاو في توزر، نجموا نلقاو في فما معناها العرق نتاعهم برابره، وهما من كل لغه عندهم لغه سبيسيال، من شيرتوس لامازيغ، شيرتوس سود، عندنا جمال ما يتوصفش، تلقاها بيضه والعين كحله والشعر ركحل ما شاء الله. بالنسبه للجمال راهو في تونس عندنا ما شاء الله من جمال. الاكثريه نتصور نابل هنا وبنزرت. ليش معروفين نساء نابل وبنزرت؟ بالحشمه وما زالت فما كل معناتها ما يعريوش، فهمت شنو هي؟ راهو مش جمال انك تعري، خاطرك تشوف فيه توا الشباب تونس بصفه عامه معناتها وليت عادي، فهمني؟ احنا قبل كنا صغار، فهمني؟ المراه تلبس سفساري كي تعري فارتها نقعدوا نهار كامل ما تعبت في توا وليت عادي، ياك تشوف فيه شد لك بورتابل تتعدى 5000 بنيه عادي، وهذيك جنات على غيرها، فهمت شنو هي؟ هذيك كثرت من الامور ما عادش فما عرس. توا المواطن التونسي ولا حتى في العرب بصفه عامه المشرق وليت كي يسمع عرس يستغرب، فهمت شنو؟ معناتها وليت فيل كيما قبل يقول لك فلان عدى المينيتير فيل، توا ولا العرس فيل ما عادش، فهمت؟ مع انه في تونس الكل فما برشا مساء مزيانات في البقايع الكل يظهر لي. يا اخي عبد يزو يعمل مكياج وصرفة سير بالطبيعه. شنو هو علاقة الجمال بعملية التجميل والبوتوكس وغيره؟ يا خيت كان خليه الجمال الطبيعي وجمال ربي راهو لا يجيه بوتوكس ولا شنو هذايا ولا الكريمات، ساعات تلقى انسان طبيعي فريمون الي تري بيل تبدا. جمال ربي راه سبحانه راه عمرهم بون بتيتر اللي يحب تصغر روحها، اما كل عمر ليه نسبته صغيره عندها جمالها، كبيره مفخمه وتبدا عندها جمالها، كل عمر وعنده عمره راه. خلينا نرجعوا للمرأة التونسية بصفة عامة، نلقاوها تتصدر المراتب الأولى من في الجمال، في برشا قطاعات نلقاو المرأة التونسية ناجحة في الخارج، ولكن في تونس نلقاه يتشكيو برشا. خلينا نقولوا من المرأة التونسية، شنو رأيك؟ لا مش مسألتي تشكيو برشا، ساعة احنا عندنا ظروف، عندنا 10 سنين ما شاء الله. هذا بريمو. سكوندو المراه ما فماش قد المراه التونسيه اللي فريمون تعطي من دمها ومن قلبها على خاطر صغارها في العالم. صبوريه، خدامه، عندها صغارها قبل
كل شيء، تحمل على الراجل حتى لو كان يبدا عنيف تبدا تغطي، باش نقول لك تحب تخلق اي شغل. انا على خاطر انا في الصناعه التقليديه راه دونك قاعده نرى في البنات البنيات ولا نساء اللي تلقاها تحب تخرج وتحب تكون لصغارها وتحب تولي كلكان. جمال المرأة في الروح، جمالها في شخصيتها، في ذاتها، في عقلها. أنا ما عنديش معناتها فكرة أنه باش يكون جمال مربوط معناتها جمال جسدي، لا فهمني. خاطر أنا فما بحكم التجربة فهمت شنو هي، فما مرأة معناتها كما يقولوا فما مرأة تزينك وفما مرأة تهينك فهمني. قبل ناس قبل فهمني جاء واحد خذاهم ثلاثة، قال له بوه قال له خذ المرأة اللي تعينك اما اللي تزينك يجي نهار وتهينك فهمني. علاش؟ خاطر المرأة اذا كان ما تكونش هي والزمان انت وياها على الزمان ما توصلش، مش حكاية جمال.